في هذه الأمسية الفكرية الثقافية الإبداعية التاريخية الإبداعية بطبيعة الحال التي نستضيف فيها كاتبين. وأعطي الكلمة للصديق الصحفي خليل ورمضان ليقدم كلمته باسم جمعية رابطة الصحفية الشعبية الممتازة. فليتفضل مشكورا. شكرا للاخ نجم العوفي. في البدايه كان نود هذا الحضور النوعي اللي حضر معنا في هذه الجلسه الثقافيه بامتياز، وكنحيي كذلك اخ سعيد عاد اللي جاء من مدينه الدار البيضاء هذا الصباح وعانق السفر ديالو وجا باش يحضر معنا رفقه الزميل عصمت عبد العال عبد العالي اللي هو كذلك مراسل ديال جريده اتحاد الشجره الاهداف التي سطرها اعضاء رابطه الصحفيين الشباب بتازه بالانفتاح على كل الطاقات والفعاليات الثقافيه والاجتماعيه والتنمويه من اجل اعطاء اشعاع اكبر للمدينه وللطاقات التي تزخر بها في مختلف المجالات. هذا وفي ذات الوقت نعلن هنا كرابطه الصحفيين الشباب بتازه تنديدنا تنديدنا الشديد لسلوك قائد الملحقة الإدارية الأولى في تعامله الإداري البيروقراطي الهجين مع المراسلات الإدارية التي يتوصل بها وسلك السلطات الإقليمية والمحلية لأساليب ومساطر جديدة في التعامل مع مراسلات فعاليات المجتمع المدني برمته ورابطة الصحفيين الشباب بتازة على وجه الخصوص منذ تجديد مكسبها بأسلوب التحريات والبحث والترصد والمماطله، وكاننا نعيش في تازة في زمن خارج الزمن المغربي الذي تحكمه قوانين ودستور فلا اجتهاد بالتعليم، نقولها ونعلنها، فلا اجتهاد بالتعليمات مع وجود نصوص قانونيه واضحه. بقراءتي الحاسوب ليس جاهز بعد، ولكن فلنبدا يعني الحديث عن هذا الموضوع. يعني قراءة كتاب فتان لسعيد عاهد ليست بالأمر السهل لسبب واحد، وهو في نظري أن هذا الكتاب هو ترجمة لمجموعة من النصوص، ليس ترجمة لكتاب واحد، ولا يتدخل فيه الكاتب إلا لماما. ومن هنا يعني جاءت صعوبة قراءة هذا الكتاب الذي يتكون في مجمله من مجموعة من المقالات الصحفية وبعض تقارير وزارة الخارجية الفرنسية وبعض المخطوطات أو مخطوط مغربي. وبطبيعة الحال يمكن قراءة هذا العمل إلا باعتباره وثيقة تاريخية إشارات، وأنا أخذت هذه الوثيقة لأشتغل عليها باعتبارها أرضية وأحاول من خلالها أن أعيد النظر في مجموعة من الكليشيهات ومن الترسيمات التي تناولها سواء التاريخ الرسمي أو تناولها بعفوية باحثين آخرين وجعلوا من تازة وأحوازها عفوا المنطقة التي دعمت محمرة والمنطقة التي احتفت بتمرده على دار المخزن ودار السلطان. في الحقيقة لا يجب قراءة مجمل النصوص التاريخية قراءة دائما أحادية، ولا يجب قراءة الوثائق التاريخية قراءة سردية أو وصفية عفوا، بل يجب النفاذ إلى عمق الأحداث التاريخية من خلال استخلاص ما يسمى في الدراسة التاريخية بفلسفة التاريخ، أي ما هي المغزى والدلالة التي يتوفر عليها كل حدث تاريخي من التواريخ من الأحداث التاريخية. تازة وأحوازها ومجموع ومشمول المنطقة الشمالية الشرقية المتوسطة ناصرت بوحمرة، أوت بوحمرة، دعمت بوحمرة، لكن لم تسنده سياسيا، بمعنى اخر لم تسنده سياسيا في بوحمرة. اذا نفقت كاس المرأة بدل الفارغة في المصادر المعتمدة ستدفع بان نؤكد من جهة على قوة العمل
الذي تنافست فيه الصورة مع المعلومة مع الحبكة في تقديم النصوص المعربة، ومن جهة أخرى على الأمانة العلمية التي تحلى بها عمل المحتفى به، ليس فقط الإفصاح المسبق كون الكتاب ليس بحثا تاريخيا أكاديميا، لكن التزامه بالذات الصحفية في تقديم المادة بخيرها وشرها، حتى يجعل منها مرجعا لا غنى عنه للقارئ التاريخي خصوصا وطالب المعرفة على وجه الإجمال. ختاما، لا يسعني في هذا التقديم إلا أن أسجل تقديري لهذا الجهد وطول النفس الذي بذله المترجم الصحفي سعيد عاد في إخراج هذا الإصدار لحيز الوجود، وتطلع بشغف إلى رؤية الطبعة الثانية منه والمطعمة حسب علمي بعشر مقالات إضافية تترجم لأول مرة. إصدار حقيقي ويستحق خلافة أبي. تحدثت عن السيف مع المغاربة، ما الذي يبرر هذا التناقض؟ أظن بأن الذي يبرر هذا التناقض هو الهدايا، هو المال. العرف لم يكن فقط أسميه بلاد المرحبة، لم يكن فقط فيزيك، كان أيضا رمزيا الرقي، اسم لقب سلبي. لهذا بلغي حين سيسجون مولاي عبد الحميد جيل الزرعوني سيقول لا سيشتب مولاي عبد الحميد بالركي، سيقول لا انت كذلك ركي، لانك انت كذلك طالبت بالعرش وانتقدت ضد اخيك ضد عبد العزيز الكروني، ولاد الكروني، ولاد الكروني هو اللقب الذي كان يطلقه انصار وحمارة على انصار مولاي عبد العزيز، على اعتبار ان في رواية ما كان في الجزء الاول ان الجيران الزرعوني جعل المغاربة يعتقدون ان مولاي عبد العزيز غادر المغرب وذهب الى لندن برفقته ساحلتين جميلتين وفاتنتين بريطانيتين، وان الذي يقوم مقامه ويحكم المغرب باسمه هو ماكلين كرونيل، ماكلين دونك كرونيل، من هنا جاءت سبات ماكلين. ولتوطيد فكرتي هذه زعم اصدقاء انصار بوحمارة أن لدى رقية أم مولاي عبد العزيز قتلت في البراد، لماذا قتلت؟ لأن اكتشفت بأن حقيقة الحديث يطول، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، هذا اللقاء الذي أتيت أساسا للإنصات خلاله، وقد انصت إلى مقاربات استفدت منها كثيرا، استفدت منها على الأقل فصلين جديدين في الطبعة الثانية وغلاف وصورة غلاف رائعة وممتازة. أشكرك كذلك.